على المستوى الوطني وعلى مستوى بعض الأندية الأوروبية، ولكن الكوكب المراكشي استطاع الحفاظ بهذا اللاعب. عمر منصوري كرة في وسط الميدان، سفيان العلودي، علودي في اتجاه يوسف العياطي، محاولة يوسف العياطي وجه لوجه مع الحارس عبد الرافع عكازي، وهدف أول لفائدة فريق الكوكب المراكشي كيجي بعد مرتد هجومي خاطف بواسطة يوسف العياطي اللي تمكن من الانفراد من الحارس عبد الرافع عكازي، وبالتالي تسجيل الهدف الأول في حدود الدقيقة 57. إذا يوسف العياطي اللاعب السابق للمغرب الفاسي كيتمكن إذا من تسجيل هدف لفائدة فريق الكوكب المراكشي، هدف غادي يكون عنده يعني أهمية كبيرة بالنسبة للكوكب المراكشي للوصول للدور الربع النهائي. إذا لاحظوا فرحة ديال الطاقم التقني قيادة هشام الدميعي وكذلك الجمهور اللي رافق فريق الكوكب المراكشي كنتابعوه. كان هناك فراغ على مستوى الدفاع ديال فريق اتحاد كرة الخميسات، يوسف العياطي وجه لوجه مع عبد الرافع كازي كيوضع الكرة في الجهة اليمنى، كتقتطم الكرة في القائم الأيمن وبالتالي تعانق شباك الحارس عبد الرافع كازي، وهدف أول لفائدة فريق الكوكب المراكشي. المهمة كتزاد صعاب على فريق اتحاد الزبوري للخميسات. رزاق المناصفي، المناصفي اتجاه يوسف الزهري، ولكن تمريره قصيره والتبقطع ديالها من طرف لاعبي ديال الكوكب المراكشي سفيان العلودي بامكانه التمريره دي، محاوله سفيان العلودي والهدف، الهدف الثاني لفائده فريق الكوكب المراكشي، والمسجل عبد الاله حميمي. عبد الاله حميمي يمكن نقول بنفس الطريقه كيلقى راسو وجها لوجه مع الحارس عبد الرافع كازي، اذا هدف ثاني لفائدة فريق الكوكب المراكشي بواسطة عبد الاله حميمي اللي كيتمكن من تسجيل الهدف الثاني. فرحة مستحقة لهشام الدميعي، فيما اكيد فوزي جمال ردة فعل كانت قوية من اللاعب قصان بعد ما يعني ضاعت الكرة من يوسف الزهري. كنتابعوا سفيان العلودي، انطلاقة ديال سفيان العلودي بحث عن اللاعب المتحرر كان هو عبد الاله حميمي، بكل سهولة كيوضع الكرة في شباك الحارس عبد الرافع كازي، وهدف ثاني لفائدة فريق الكوكب المراكشي. هدف ثاني اعتقد بأنه يعني كيزيد صعب المأمورية على اتحاد زبون الخميسات وطريقة أمام الحارس عبد الرافع كازي، ونفس الشيء بالنسبة لعبد الاله حميمي هو اللي من خلال يعني تابعنا عندنا في هذه المحاولة. هدف، اوه هدف جميل لفائدة فريق اتحاد زبون الخميسات، والمسجل الألماني يحيى كوليبالي، يحيى كوليبالي يعني هدف يمكن نقول بانه لو جاء يعني في توقيت افضل من اللي تبعناه، يمكن انه يحيى كان بامكانه انه يحيي الامال، امال التاهل. يحيى كوليبالي مره اخرى نتابع يوسف الزهري، تمريره من الجهه اليمنى كانت تمريره جيده وراسيه اجمل ليحيى كوليبالي اللي كيتمكن من تسجيل الهدف الاول لفائده فريق اتحاد الزبوري للخميسات. فيما هناك تغيير في صف فريق الكوكب المراكشي، خروج سفيان العلودي ودخول ابراهيم وشريف.